ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ما هو تفسير هذه الآية؟ آتنا في الدنيا حسنة. جمعت هذه الدعوة كل خير يتمناه العبد، فإن الحسنة في الدنيا تشمل كل مطلوب دنيوي من عافية ودار رحبة وزوجة حسنة ورزق واسع وعلم نافع وعمل صالح وثناء جميل إلى غير ذلك. وفي الآخرة حسنة، فلا شك أنها الجنة، فهي أعلى حسنة، ويدخل في حسنات الآخرة الأمن من الفزع الأكبر وتيسير الحساب وغير ذلك من أمور الآخرة. وقنا عذاب النار، وهذا يقتضي تيسير أسبابه في الدنيا من اجتناب المحارم والآثام وترك الشبهات والحرام، وتتضمن هذه الوقاية ألا يدخل النار بمعاصيه، ثم بين علو درجتهم وبعد منزلتهم في الفضل. كان هذا الدعاء المبارك جامعا لكل معاني الدعاء من أمر الدنيا والآخرة، فقد كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وينبغي لكل داع أن يكون جل دعائه ونصيبه الأكبر في أمور الآخرة. فجاء في هذا الدعاء سؤال أمرين عظيمين من أمور الآخرة، وأمر واحد من أمور الدنيا،